العام الدين الوطني الحمية المدنية السادة المدينة العمود الإطراء والعوان حضرات ضيوف من الأولياء والطلبة والتلاميذ السادة السيدات يسعدني في هذا الموكب المفعم بأجواء الفرحة أن أشرف اليوم على تكريم المتفوقين من أبناء وبنات إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي والإطار المشترك والعمل بوزارة الداخلية. كما يسرني أن يشمل هذا التكريم عدداً من أبناء وبنات أبطال المؤسسة الأمنية من الشهداء الأبرار والمصابين في إطار الحرب التي تخوضها بلادنا على الأرض. وهي فرصة متجددة نترحم فيها على شهداء المؤسسة الأمنية ونعبر عما نكن لبواسل قوات الأمن الداخلي ولأفراد عائلاتهم من تقدير وإقبال لتضحياتهم الجسام، مؤكدين دعم وزارة الداخلية ومساندتها الدائمة لأبنائها. كما تقدم بحال التهاني إلى كل المتفوقين من التلاميذ والطلبة الذين سينالهم شرف التكريم خلال هذا الحفل، ومن خلالهم إلى كافة الناجحين من أفراد الأسرة الموسعة لوزارة الداخلية. لقد تحققت هذه النتائج بفضل المجهودات التي بذلها الأولياء الذين يحسب لهم التوفيق بين أداء الواجب في مختلف مواقع العمل وبين رعاية وتأطير أبنائهم وتوفير الظروف الملائمة لهم للتألق والتميز في مدارج العلم والمعرفة. فالشكر لكل الأولياء على هذا المجهود مع توجيه تقدير خاص للأمهات والأبناء. ولا يفوتني التذكير بهذه المناسبة بما توليه وزارة الداخلية من حرص على تدعيم منظومة الرعاية الاجتماعية الشاملة لفائدة منتسبيها وتأمين أسباب الإحاطة بهم وبأفراد أسرهم معنويا ونفسيا وصحيا وسكنيا. أني أنتهز هذه المناسبة للتوجه بالشكر والتقدير لكل العاملين بالمصالح المعنية بالعمل الاجتماعي سلم الوزارة من تعاونية قوات الأمن الداخلي ومديرية وزارة الداخلية والمصالح الصحية والسكنية على ما يبذلونه من مجهودات في مختلف مجال مشمولاتها. أجدد في الختام التهاني إلى كافة الناجحين المتفوقين والشكر لكل الذين ساهموا في إنجاح هذه السنة الدراسية والجامعية وفي تنظيم هذا الحفل. والسلام عليكم ورحمة الله.